لا تعرف كيف تكتب نوتس، وتجد يا صديقي صعوبة جدة وهائلة في فهم الدرس، والمعلومات تدخل من هنا وتخرج من هناك. نعم، لقد أتيت إلى القناة الصحيحة. قد أتيت إلى قناة ميرا، واليوم مع الفيديو اللي راح يغير لك حياتك مع النوتس، وستحصل على أعلى العلامات بإذن الله. فاشترك في القناة، حط لايك، وتابع الفيديو، وبس سلامتك والله. هلا اميغوس، انا ميرا، واليوم رجعت لكم فيديو جديد. ما سألتوا عني، ما قلتوا بنتنا خطفوها، ما قلتوا بنتنا نخبر البوليس، ليش ما طلعت اسبوعين تقريبا؟ اي والله عيب عليكم يا جماعة اليوتيوب. I don't like this at all. So في فيديو اليوم راح اعلمكم كيف فيكم تاخذوا نوتس بطريقة منيحة، بطريقة منظمة، واهم شيء تضمن لكم علامات منيحة، وانه تخليكم تفهموا الدرس طريقة كتير حلوة. سو إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني، هلو بيبي، this is Mira in the house. ياريت إنكم تستحوا على حالكم تشتركوا بالقناة إذا بعدكم مشتركين. إنه اليوتيوب عم يقول لي إنه تقريباً 60% منكم مش مشترك في القناة، يعني بتشوفوا فيديوهاتي ومنكم مشتركين، يعني ليش؟ Why baby؟ I don't like this at all by the way. فاشتركوا، حبوني. الاهتمام ما يطلبش، بس انه حبوني. كمان حطوا لايك لهالفيديو وتابعوني على الانستغرام، لانه هناك دايما معكم على الانستغرام ومدردش معكم بشكل يومي. فعلوا الجرس عشان ما تفوتوا عليكم اي شيء من فيديوهاتي، وخاصه انه جايتكم فلوجات حلوه في المستقبل. والان فلنبدا يا اصدقائي. في اكثر من طريقه انه تكون الورق تبعكم. سو انا بستعمل الاصفر، هاي الاوراق الصفراء، او باخذ ورقه بيضاء اطويها على النص وبكتب عليها من اربع جهات. اول قاعده واول نصيحه انه نسوي فيها النوتس تبعنا، انه نسويها على نفس تسلسل المحاضرات تبعنا، لانه ان رثا جبنا معلومه من هون ومعلومه من هناك، تدخل المعلومات وهكذا في بعض ويتشتت التركيز. فلهيك اول قاعده في كتابه النوتس انه نمشي بنفس تسلسل المحاضرات تبعنا او الدرس تبعنا. ومن هون تيجي النصيحه اللي بعدها، انه تفرقوا ما بين العناوين الكبيره والعناوين الصغيره. فمثلا تغيروا الالوان ما بين العنوان الكبير والعنوان الصغير. كمان شغله ثانيه بنصحكم فيها، انه تكتبوا في نوتس الصغيره انه اهم العناوين الكبيره اللي موجوده في المحاضره، واللي لازم تكون موجوده في النوتس تبعكم اللي راح تسووها. فلما تيجوا تلخصوا او تكتبوا النوتس تبعكم، كل مره تشيكوا على هاي ستيكر الصغيره وتشوف هل انتوا حكيتوا في هاي الجزئيه او لا. واذا شفتوا حالكم انه خلصتوا خلاص، تشطبوا على كل شيء، انه بس هيك تساعدكم انكم انتوا تكونوا منظمين اكثر. الشغله اللي بعدها، انه بلاحظ انه كثير ناس انه ما بتعرف تكتب النوتس بطريقه صحيحه، يعني بتسوي كوبي بيست، يعني كانها عم تكتب الكتاب او المحاضره من اول وجديد. تعلموا انكم تكتبوا الجمل تبعكم الخاصة، خاصة بعدين اذا رح تروحوا للجامعة كتير رح تحتاجوا لهالشي، لانه ما رح يكون عندكم الوقت انكم تلخصوا كل شيء. مو بس هيك، يعني لما تسووا هيك جمل خاصة فيكم، تكونوا حتى اذا نسيتوا شيء في الحفظ تبعكم بتكونوا قادرين انكم تعبروا بطريقة صحيحة. النصيحة اللي بعدها، انه كلياتنا لما نكون هيك في الدرس تبعنا، لما الاستاذ بيكون بيشرح شيء، دائما بنكتب هيك نوتس بسيطة، وغالبا هاي الملاحظات اللي بنكتبها بتجينا في الامتحان. فإليكم ماذا سنفعل؟ رح ناخذوا هيك شوي من نوتس تبع الدكتور تبعنا، رح ناخذوا هدول النوتس اللي كتبناهم مع الدكتور، ونمسك هون المحاضرة تبعنا، ونحاول بالمحاضرة ومزج المعلومات هدول في كل جزئية من المحاضرة. مثلا خلينا نقول ان المحاضرة بتحكي عن الدم، وانتو كتبتوا شوي نوتس إن بتحكي عن الدم، فتسووا مزيج ما بين الملاحظات اللي قال عليها الدكتور واللي موجودة في المحاضرة، وبتصنعوا شي جديد، وتسووا مزيج ما بين هدول الافكار بطريقة that make sense، انه بيكون إلها معنى. النصيحة اللي بعدها حكيت عنها في الفلوجات تبعي، اذا انتم بتتابعوا الفلوجات دايما فبتعرفوا هاي المعلومة، الناس اللي ما بتابع والله انه لازم تتابعوني. المهم كنت عم قلكن انه احيانا ما بقدر الخص، بحكم انه انا عندي كتير مواد وفي كتير دروس وفي كتير معلومات، فما بقدر انه كل مرة الخص. فباخذ هدول الملاحظات وبكتب على المحاضرات تبعي كل الملاحظات،
وبكرر اقرأ اقرأ لما بين كل شيء من هدول المعلومات يترسخوا. فأنا بدي منكم هون في الجزئية هاي إنكم أي معلومة صعبة تشرحوها، بمعنى أي مرض مثلا، أي مصطلح مش فاهمينه لازم تفهموه فتجوا على قلب المحاضرة وتشرحوه، أو إذا أنتوا بتستعملوا مثلا زي ما قلنا بتستعملوا النوتس تبعكم فبتكتبوها في النوتس إنه هالشي بيعني هالشي. هلا نجي لجماعة الثانوية والإعدادية. هلا رح أعطيكم نصيحة مقتصرة على مادة الرياضيات. لما كنت في الثانوي الإعدادي كنت باخذ هيك ورقة وبكتب فيها كل القواعد، لأنه الرياضيات بالنهاية هي كلياتها قواعد، يعني ما فيش شيء يعني غير إنكم أنتوا تتدربوا على حل التمارين. فأنا بكتب كل هدول القواعد عندي في ورقة، يا أما بعلقها يا أما بخليها بجنبي، ولكن ما بحفظها. كيف أخلي هدول القواعد إنهم يترسخوا؟ لأنه لازم تفرقوا ما بين النوتس اللي لازم ينحفظوا والنوتس اللي محتاجين لتدريب. فمثلا في مادة الرياضيات انتم منكم محتاجين تحفظوا القواعد، القواعد هدول يترسخوا الا بالتطبيق. فبحط زي ما قلت لكم الورقة هاي بجنبها ورقة سلسلة التمارين، وبجي احل وبطلع انه قدامي انه بشوف هل انا اي قاعدة حاستعملها في هالمثال هاد او في هالإكزرسايز هاد او في هالتمرين هاد. سؤال ورا سؤال، تمرين ورا تمرين، ورقة ورا ورقة، خلاص كل هدول المعلومات ترسخوا. فلازمكم تعرفوا الطريقة المثالية اللي لازم ترسخوا بها هدول المعلومات. في ممكن مثلا إعادة التكرار زي ما حكيت في النصيحة اللي قبلها، انه انا بكتب على الورقة وبراجع براجع براجع اكتر من مرة، بالتكرار المعلومات ترسخ. النصيحة الثانية اللي ممكن كمان تساعدكم كيف فيكم تكتبوا النوتس، انه تاخذوا المحاضرات تبعكم وتحولوا هدول المحاضرات على شكل اسئلة، السؤال الاول السؤال الثاني والثالث. بعطيكم مثال، في عوض ما تكتب انه تعريف الدم كذا كذا، تكتب سؤال ما هو الدم، وتكتب انت بمعلوماتك الخاصة او بجملك الخاصة انه هو كذا كذا في جمل مختصرة على قدر المستطاع. التبسيط هو هدفنا. النصيحة اللي بعدها، اعتقد انه كلياتكم بتواجهوا مشكلة انكم انتوا كتبتوا خلصتوا الملاحظات، انتوا فكرتوا انه خلصتوا الملاحظات تبعكم، ولكن لما رجعتوا شيء او ممكن شفتوا فيديو او حكيتوا مع صديق حسيتوا انه في جزئية معينة، انه في معلومة زيادة انتوا تعلمتوها وما بيكون عندكم مجال فين رح تكتبوها في الملاحظات تبعكم. فلهيك خلوا جنبكم دايما ستيكي نوتس واكتبوا فيها ولزقوها، وهيك كل شيء يتحل. النصيحة اللي بعدها انه فيكم كمان في الملاحظات تبعكم انه مو بس تكتبوا، فيكم ترسموا. احيانا الرسم بيبسط علينا المعلومات اكثر واكثر وبنفهمها بطريقة احسن بكثير من انه مجرد كتابة. فننوا ارسموا اذا بدكم ترسموا، اذا في شيء عن جد بتحسوا انه لازم تبتكروه بطريقة ثانية سووا هالشغلة. فيكم كمان تستعملوا الخريطة الذهنية، فلا تستعملوا هيك بس منهج واحد انه كتابة ورا بعض عشان ما تكون مملة او ما تكون غير مفهومة. نيجي هلا بنحكي عن الالوان. انا غالبا بستعمل 3 الوان ماكسيموم 4 الوان. صحيح انه الالوان هي بتزين بتعطي شكل كتير حلو للملاحظات تبعنا، ولكن كثرتها بتكون ديستراكتيف، تكون مشتتة للتركيز. يعني كأنه في الوان قوس قزح، وبعدين اذا ما فيش تناسق في الالوان بتصير انه انتوا اصلا كارين هدول الملاحظات. فمن الافضل انكم تستعملوا 4 الوان 3 الوان، وكمان لكل لون بيكون عنده رمز معين. خلوا عندكم دايما رمز الالوان، مثلا اللون الاحمر لشي كتير مهم، اللون الاخضر، اللون الاصفر، دائما هيك في كتابة الملاحظات تبعكم على حسب كمان العناوين. كمان استعملوا الهايلايت، لانه احيانا بنكتب كتير باللون الازرق، ففي مثلا معلومة مهمة انت بدك هيك عيونك تحفظ هديك الكلمة، فسووا الهايلايت عليها باللون الأصفر، لأنه اللون الأصفر كتير بيشد النظر. وكمان بنفس الوقت ما تكثروا كتير من الألوان تبع الهايلايت عشان ما تكون ألوان قوس قزح كليتها موجودة. النصيحة اللي بعدها هي التفريق في الكتابة. طبعا ما فينا تحت كل عنوان صغنطوط إنه نغير الألوان، لأنه حتكون زي ما حكيت لكم ألوان قوس قزح وحتصير ديستراكتيف. فبدل هيك شو بنسوي؟ مثلا نسوي نجمة، وتحت هديك النجمة نبعد شوي ونحط مطة وهكذا. فهيك انتو بتفرقوا ما بين المعلومات الكتير مهمة، المعلومات الاقل اهمية، وتحت العناوين. في الهايلايترز استعملوا two colors، يعني لونين، لون بيخص الملاحظات اللي الدكتور حكى عنها، يعني مثلا انكم تسووا عليها بوكس، تسووا هيك صندوق على هدول الملاحظات انه هاي الدكتور قال عليه، ولون تاني مثلا تستعملوه بهدول المعلومات اللي انتو شايفينها انها مهمة وممكن تجي في الامتحان او شفتوها كتير تكررت هاي المعلومات
في الأسئلة تبع الامتحانات السابقة، ورح تخلوا لون تاني تبع هايلايت مميز، مثلا زي ما حكيت الأصفر انكم بتحطوا عليه أي كلمة بتشوفوها مهمة أو أي كلمة لازم تركزوا عليها عشان تتسجل في عيونكم. النصيحة اللي بعدها، إذا في درس جديد وفي معلومات جديدة وفي رموز جديدة، هاي الرموز انتم مش متعودين عليها، بنصحكم انكم دايما تكتبوا تعريف هداك الملخص للكلمة. يمكن لما انتي بتجي بترجع في الملاحظات تبعك بتقولي شو هاي الكلمة انا ما بعرفها، انتي جديدة عليكي مثلا هاي الكلمة مش متعودة عليها، انك تكتبي الابريفيشن هاي تلخيص الكلمة هاي وتكتبي قدامها شو تعني. مثلا هون COPD تعني Chronic Obstructive Pulmonary Disease، فنصيحة اذا في عندكم معلومات جديدة وهي المعلومات تشمل abbreviations جديدة، فلا انه تخلوها هيك تكتب بس ملخص الكلمة هيك وتروح، بعدين انت لما تيجي بتذاكر بتقول شو هاد شو هاي الكلمة انا ما بعرفها. النقطة القبل اخيرة انه رح نجي هلا نشيك على الملاحظات تبعنا نظرة اخيرة، هل احنا ناقشنا كل النقاط اللي ذكرت في المحاضرة او لا، هل احنا في معلومة بدنا نضيفها او لا، اذا حسيتوا انه كل شيء تمام ننتقل لاخر مرحلة، انه لازم يكون عندكم حافظة لهدول الملاحظات عشان هدول الملاحظات بسرعة انهم ما يضيعوا، بتسووهم بالجرافز وتحطوهم في حافظة أوراق عشان ما يضيعوا لكم لأنكم ممكن تحتاجوهم في المستقبل، خاصة لجماعة البكالوريا كمان جماعة الجامعة، دايما هدول الملاحظات هني مرجع مهم لإلكم على نهاية السنة لما تيجي تمتحنوا الامتحانات النهائية. وبس جايز وصلنا لنهاية الفيديو، تصفيق حارة للناس اللي ظلت بتتابعني لآخر هاي اللحظة، بحبكم بموت عليكم، حطوا لي هالقلب هاد اذا انتم حضرتوني لحد هاي اللحظه عشان بشوف هيك واكتشف مين بيحضرني للاخر ومين اللي بيسحب علي. بس حبايبي اشتقت لكم كثير، انتبهوا على حالكم وان شاء الله بشوفكم يوم الاربعاء، على الاغلب رح صوركم فلوج كثير مميز، فترقبوا، حطوا لايك للفيديو، تابعوني على الانستغرام وكمان تابعوني على التيك توك، عم صور فيديوهات بجنن هناك. يعني اين انتم، اين انتم يا اصدقائي؟ وهلا رح تنزلوا تحت في التعليقات وتكتبوا لي إذا في معلومات إضافية، إذا في عندكم ملاحظة بدكم تحكوها على النوتس ممكن تفيدني أنا وممكن تفيد غيري، بليز اكتبوها تحت في التعليقات، خلينا كلياتنا إنه نساعد بعض، وبشوفكم على خير إن شاء الله، ديروا بالك مع حالكم أحلامكم وقلوبكم، نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم، أرمونيا بيبي، سلامات يا هوا، سليمة. يا جماعة كتير اشتقت لكم، سو فيديو اليوم رح اعلمكم في بطريقة شو بتعني بالعربي حلوة هاي هالشي بيعني هالشي